أرحب شخصي كرئيس مقاطعة مر السلطان. هو تكليف لهذا العمل اللي هو نبيل جدا، واللي معاكم بغيت ندنيو. أنا ما عنديش ذاك المعارضة غلالية، كلكم كتمثلوا المواطنين، كلكم عندكم واحد الدور في تيسير المصالح ديال المواطنات والمواطنين. عندي المسار ديالي في مر السلطان هو الزيادة هنايا، قراية هنايا حتى البكالوريا، ومشيت كملت التخصص ديالي في فرنسا ليا. اول ترشيح ديالي كان في الفيدا، مقاطعه الفيدا، كنت تما رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه والثقافيه. في 2009 ترشحت في مر السلطان، الحمد لله نجحت ودوزت 2009 حتى 2015. ومن بعد عاوتاني ترشحت من 2015 حتى 2021. مسار سياسي من 2003 حتى اليوم مع البرلمان منذ 2011. وانا دكتور في تحاليل طبيه، اختصاص صيدلي عيائي. عندي واحد العدد ديال الجمعيات الدوليه، انا كان امين عام ديال الفيدرالية العربية للكيمياء السريرية العربية، أمين عام، وكذلك كاتب عام ديال الفيدرالية الفرنكوفونية اللي كتضم واحد العدد ديال الدول. وعندي واحد تجارب دبلوماسية من 2011، مسؤوليات خارج أرض الوطن مع مجلس النواب. كاين تاريخ في الحمد لله. الثقة ديال مرشح واحد صراحة هذاك تتلج القلب، لأن الثقة كانت واخا كان بودريقة، كان من التجمع الوطني الأحرار. التجمع الوطني الأحرار عطاو الأصالة والمعاصرة، هي كاين واحد قال لك الدكتور التويمي هو اللي يمثلنا كقطب داخل المقاطعة، وهذا يشرفني. لأن الحمد لله العلاقة مع جميع الأحزاب بدون استثناء، لا كان داخل المجالس ولا داخل البرلمان، كان دائما علاقة جيدة والحمد لله معهم، وما تعرفوني مزيان كيعرفوا العمل ديالي. أولا واللي هو مستعجل هو نشوفوا هاد السكينة اللي كان عندها، كانت كتنتظر الرخص ديالها، كانت واحد العدد ديال الإجراءات اللي هي معطلة، دونك خصنا نباشروها بواحد الطريقة سريعة باش نفكو هاد الناس. ثانيا خصنا نشوفو جميع، لأن كلشي عندنا الإحصائيات ديال الهشاشة، عندنا إحصائيات ديال الفقر، عندنا إحصائيات ديال قطاع الصحة، عندنا هادشي ديال الدور إلى السقوط، وتكلمنا عليه داخل البرلمان، وتكلمنا عليه هنايا، كنتكلمو على أداء السل، وكنتكلمو على جميع هادشي اللي كيرهق السكينة ديال هذا. وغير هذا الاسبوع، الاسبوع اللي فات ضغط على امام سيد وزير الصحه على داء السل، المشاكل اللي هي كدير، لان كاين الفقر، كاين الهشاشه، كاين الاكسيدات، وهذا تينقل ديال الامراض كيكون بواحد الطريقه سريعه. ودابا حتى داك الدواء ما بقاش تيعطي النتائج ديالها، اللي خاصها بدات كاين واحد لا ريزيستانس ديالها على داك الدواء، خصهم يشوفوا دواء ثاني غلا منه باش عاد يجي يعالجوا. السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري اللي هي مكلفة بهذا الشيء ديال السكن، مشينا عندها وتكلمنا معها، ودابا كاينه واحد المصلحة ديال هذيك المصلحة اللي هي مكلفة بالإحصاء ديال هاد الدور. شحال العدد ديال المباني في هاد المقاطعة؟ ودابا ما نقدرش نعطي، لأن هما مازال ما كملوش، راه طالعين في 3000، راه كاين واحد العدد كبير ديال الدور الأيلة للسقوط. وحنا في الحقيقة هنايا في قطعة السلطان ولا حتى في الفيدا نعاني من أن العشاشة، لأن الديور قدام وكانوا فيضانات وطاحوا ديور، والديور دابا غير كطيح الشتا كلشي كيشد في قلبه كيقول هاد الدار غادي طيح ليا،
وما كاينش ما كاينش هذوك الديور اللي هي ديال الاقتصادي اللي كيساعدوا كيعاونوا بها ما كاينش. دابا ملي كنطلبوهم باش ياخذ باش يعطيو ولا يبيعوا بداك الثمن الرمزي للمواطنين اللي كيعانيوا من هذا ما كاينش خلال كل مره. يلاه الا كانت عايشه عاد باش كنمشيو نشوفو وكنشوفو هذيك الاولويات. وهذا اللي عنده اولويه في الدور الاولى للسقوط وحنا دائما كنهضروا عليها لان دازوا موتى ومشينا ناضنا من هذه الجهه لان ما يمكنش لينا نبقاو نشوفو هذا الشيء دائما كل نهار حتى الشتاء يوليو عندنا هذا الحوادث المميته. كاين هذه ديال هذا كاين دابا مرافق اجتماعيه اللي كاينه اللي في طور البناء ولا في الاصلاح ولا هذا حتى هي تحصها تخرج. وكنطمحوا باش يكون عندنا شي مركب ثقافي كبير ان شاء الله غادي نشوفوا. ومازال هذا الجانب الاقتصادي شويه الباع الجائلين وهذا حتى هو عندنا مشكل شويه فيه. كاينين بعض الحلول كنحاولوا هذا. وكاين عاوتاني جمعيات المجتمع المدني اللي هما معنا واللي كيعانيو حتى هما من قله المرافق الرياضيه. عندنا الوعاء العقاري عندنا قليل والملاعب قلال ملاعب القرب قلال. تنحاولوا باش نرضيو الشباب ديالنا باش يبقى دائما شاد في الرياضه. دابا حيت كانوا ملاعب مقفولين كانوا في الاصلاح دابا نحاولوا نفتحوهم في اقرب وقت. تكلمنا ودرنا قهوه في الصحه الطبيه واحد العدد ديال المرات في المقاطعه طب الاسنان طب الباطني العيون واحد العدد ديال هذا. واحد المهرجان راه يمكن كنا دوزنا واحد المهرجان فيه 20 يوم راه فيه كانوا فيه جميع هاد لي ديسيبلين هادو ديال الامراض باش كنقربوا للمواطن اللي ما فحالوش وهذا باش حتى هو يدير الفحص ديالو. خاصة أنكم الجماعات ذات المقاطعات النص الخاص ديالنا كيبدا من 216 النص الخاص ديالنا هو 200